في حقبة كان فيها ممدوح فرج ويوسف منصور والشحات مبروك ضمن أبطال السينما في مصر، تقدر تستشف إن كان للرياضات الفردية مكانة في قلوب المصريين خلال التسعينات، وفي نفس الفترة اللي كان وصل فيها أبطالنا للقمة رياضياً وبدأوا مسيرتهم الفنية، كان في بطل جديد بيتحضر في اسكندرية، وفي طريقه لأول موعد مع العالمية كان محتاج كرم جابر للفوز أولاً ببطولة إبراهيم مصطفى الدولية عشان يتأهل لأولمبياد سيدني 2000. إبراهيم مصطفى كان رائد المصارعة الرومانية في مصر، اتولد في اسكندرية ومنها وصل للعالمية بحصوله على ذهبية أمستردام 1928 كأول ميدالية أولمبية في تاريخ مصر، ميدالية كانت مقدمة لخمس ميداليات مصرية في المصارعة حتى دورة روما 1960 قبل ما نبتعد تماماً عن الصورة في اللعبة إلى أن ظهر كرم جابر. في التسعينات بدأ سطوع نجم كرم جابر في سماء الإسكندرية، والفضل ده كان لمصارع سابق مغمور مصري أرميني ويدعى يحيى كازاريان. كازاريان ملوش تاريخ كبير كلاعب، لكنه كان شرارة البداية في إعادة مصر لوجهة المصارعة الرومانية بعد ما أعاد نشر ثقافة اللعبة وخرج جيل جديد كان أهمهم كرم جابر. كرم جابر بطلة ولد كبير، مسيرته مرت بمنحدرات كتير، صعود وهبوط، مسيرة بدون مبالغة حرام تنتهي بميداليتين أولمبيتين بس. المشوار بدأ بتأهله لأولمبياد سيدني 2000 بس اتعرض لكسر في رجله قبل المنافسات بشهرين، فترة وصفها كرم جابر بالمأساة، خاصة إن الاتحاد الدولي كان مرشحه يفوز بالبرونزية. حاول يقنع مسؤولي الاتحاد يفك الجبس ويلعب الأولمبياد بس الاتحاد منعه ورفض المشاركة، ما استسلمش ورجع ياخد الفضية في بطولة العالم مرتين، ليه مش ذهبية؟ فسر ده إنه كان بيحتفل بمجرد وصوله للمباراة النهائية بسبب قلة خبرته، ولما وصلنا لأولمبياد أثينا 2004 كان نضج، وصل 25 سنة وبقى عنده الخبرة الكافية، عشان كده قدر يكتسح كل منافسيه ويتجاوز عقدة النهائي ويفوز بالذهبية أخيراً، ولأول مرة يعزى في السلام الوطني الجمهوري المصري في الأولمبياد. بس واضح إن كرم جابر بطل يحتفل قبل النهائي، لكن لسه انتصاراته بيكون ليها أثر سلبي على مسيرته. على عكس المتوقع، سلبيات الميدالية الذهبية كانت أكتر من إيجابياتها. كرم جابر بيقول إنه ما كانش فيه خبرة للتعامل مع البطل، وما كانش معاه ولا مساعد ولا مدير ينظم له معسكراته، وتبدأ رحلة سقوط غاب فيها عن المشاركات في بطولات العالم وإفريقيا. بدأ يفوق متأخر وقدر يتأهل لأولمبياد بكين 2008 من آخر بطولة تأهيلية في صربيا، بيقول عليها موتت نفسي عشان أتأهل لأن دي آخر بطولة تأهيلية، كل واحد بقيله أمل للتأهل للأولمبياد هيكون من البطولة دي. وبسبب إصابة الغضروف وفترة ابتعاده الكبيرة خسر كرم جابر في الدور التمهيدي، رغم أن اللي حصل على الفضية كان لاعب كسبه هو في البطولة التأهيلية. اليأس تملك كرم جابر وبدأ يعيد حساباته مرة تانية في حياته، وابتعد نهائياً عن المصارعة لحد سنة 2011. وفي شهر أكتوبر 2011 بدأ كرم جابر نوبة فوقان جديدة، وقرر أنه يستعد للأولمبياد اللي باقي عليها أقل من سنة. اتصدم كرم جابر أن مقعد مصر في وزنه محجوز لمحمد عبد الفتاح بوجي بعد ما حصل على خامس العالم، وده معناه أنه مقدموش غير يلعب في وزن تاني بعد سنين بيلعب في وزن 97 كيلوغرام. كان في اختيارين، إما النزول بالوزن ل 84 كيلو أو يزود وزنه ويلعب في وزن 120 كيلو. كرم جابر خد القرار هينزل ال 13 كيلو ويلعب بطولة إفريقيا ويتأهل للأولمبياد، وبعدها يعتزل من غير ما يلعب البطولة بس يكون حجز مقعد لمصر. فترة تأهيل صارمة مر بيها، وفي شهور قليلة قدر كرم جابر النزول بوزنه والفوز بالبطولة العربية وبطولة إفريقيا والتأهل لأولمبياد لندن 2012. مسؤول الاتحاد أقنعوه يلعب المنافسات وبدأ يستعد في شهور قليلة جداً، وفي الأولمبياد فاز كرم جابر على أصحاب الميداليات الفضية والبرونزية والذهبية في بطولة العالم. كرم بيقول النهائي ما كانش فيه احتمالية نخسر، ولكن ظلم تحكيمي،
طلبت تشالنج في الجولة الأخيرة، بس الوقت ما سمحش عشان يكتفي كرم بالفضية ويكون هو المصري الوحيد اللي توج بميداليتين ذهبية وفضية في تاريخ الأولمبياد. الذهب كانت سهلة، إنما الفضة كان فيها معاناة وشقاء عانيت قبلها من أزمات نفسية ومالية وابتعاد عن اللعب لفترات طويلة. ده كان كلامه بعد الميدالية. ورغم اعتزاله، لكن قصة كرم جابر ما انتهتش. بيجي من اسكندرية بطل جديد، هو محمد إبراهيم كيشو في أولمبياد طوكيو، ويحقق برونزية المصارعة الرومانية، ميدالية قال عنها إن كان لدعم كرم جابر فضل كبير فيها، وده سبب احتفاله بيها على نفس طريقة مثله الأعلى. ولو كانت الإسكندرية شرط التتويج بميدالية أولمبية لمصر في المصارعة الرومانية، من أول إبراهيم مصطفى ثم كرم جابر وأخيراً كيشو، وزي ما كان تأهل كرم جابر لأول مرة جاي من بطولة إبراهيم مصطفى، فهدف كرم جابر الحالي هو تنظيم بطولة باسمه تكون مؤهلة للأولمبياد. ويا عالم، بطل مصر الأولمبي الجاي هيكون منين في اسكندرية؟ أنا بحب كرم جابر.